سنقوم الآن بإنشاء جدول للمستخدمين في قاعدة البيانات، وكما ترى فملفات التهجير الخاصة بالاستيثاق موجودة على مجلد داتابيس. قبل إنشاء هذا الجدول عليك التأكد من أنه يشمل الحقل Remember Token. يتم تحديث هذا الحقل برمز جديد بعد كل عملية تسجيل دخول، ما يزيد من أمان جلسة المستخدم. عن طريق موجه الأوامر سننفذ أمر التهجير لإنشاء الجداول في قاعدة البيانات. تم إنشاء الجداول المطلوبة. سنقوم الآن بتشغيل الأمر الخاص بإنشاء كل ما يتعلق بعملية الاستيثاق من ملفات العروض والمسارات الخاصة بها. عبر موجه الأوامر سننفذ الأمر التالي: PHP Artisan Make Auth. لاحظ الآن ظهور ملفات جديدة ضمن الدليل Views. بمجرد النظر ستعرف أنها الواجهات الخاصة بإنشاء المستخدمين وتسجيل الدخول للنظام. الفيو المسمى هم سيتم التوجه إليه مباشرة عند الدخول للنظام. جميع ملفات العرض الموجودة هنا تأخذ نفس القالب المسمى App والموجود ضمن المجلد Layout. يمكنك بالطبع تغيير هذا التصميم حسب ما تريد. في الملف ويب الخاص بالمسارات ستلاحظ ظهور الطريقة أو Throats التي ستعمل على توليد كافة المسارات المطلوبة. يمكنك مشاهدة هذه المسارات بتشغيل الأمر PHP Artisan Route List على موجه الأوامر. الآن جميع الأمور جاهزة. سأقوم بطلب العنوان Register للبدء بإنشاء مستخدم جديد. لاحظ أنه لا يقبل أي كلمة مرور بطول أقل من 6 خانات. يمكنك تغيير هذا الإعداد من خلال الملف Register Controller. بعد الانتهاء من إنشاء الحساب يتم التوجه مباشرة للصفحة Home. يمكنك تغيير الوجهة الافتراضية من خلال الملف Login Controller، إما بتحديد عنوان المسار في الخاصية Redirect To أو بإعادة كتابة الدالة Redirect To بالشكل التالي. علماً أن استخدامك لهذه الدالة سيلغي ما هو معرف ضمن الخاصية Redirect To، حيث أن الأولوية ستكون للدالة. ولاستخدام اسم المستخدم بدلاً عن البريد الإلكتروني في عملية المصادقة، فقط قم بإضافة الدالة Username لتعيد اسم العمود الذي تريد التحقق بواسطته. أيضاً عليك التحقق من اسم الحقل في ملف العرض. سأقوم بتغييره إلى Name بنفس اسم العمود في قاعدة البيانات. وبالطبع لن يكون نوع الحقل Email. لاحظ الآن أنه سيرفض الدخول بعنوان البريد الإلكتروني ويتم قبول اسم المستخدم فقط. أحياناً قد تحتاج الوصول إلى بيانات المستخدم الذي قام بتسجيل دخوله. يمكنك استخدام الواجهة Auth للوصول لهذه البيانات بالطريقة التالية. طريقة أخرى للوصول لنفس البيانات السابقة عبر الكائن Request بالشكل التالي. في الوضع العادي سيتمكن المستخدم من الوصول لأي صفحة ضمن الموقع كما تلاحظ. فكيف تقوم بحماية هذه الصفحات بحيث لا يتمكن من عرضها إلا المستخدمين المصادق عليهم فقط؟ الحل هو استخدام Middleware لحماية هذه الصفحات. سيتضمن هذا الميدلوير التعليمات البرمجية للتحقق من كون المستخدم الحالي تمت المصادقة عليه أم لا، ثم تمرير الطلب أو رفضه. هناك ميدلوير جاهز للتحقق من هذه الأمور، وهو مسجل في ملف كيرنل بالاسم Auth كما ترى. والآن لتطبيق هذا الميدلوير على صفحات معينة عليك فقط إرفاقها ضمن المسار الخاص بالصفحة المطلوبة.
كما تعلمت سابقا. هناك طريقة أخرى وتقوم بتضمينها في ملف الكنترولر بهذا الشكل. إذا حاولت الآن استدعاء أي فانكشن ضمن هذا المتحكم، سيتم منعك وإعادة التوجيه إلى الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول.